أصدر سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب قرارا رقم 67 لسنة 2024 بتشكيل وتحديد مقار اللجنة العامة للاقتراع والفرز لانتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة التي خلت. وجاء في القرار: تشكل اللجان العامة للاقتراع والفرز لانتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق ويحدد مقارها، وإذا قاب أحد الرؤساء وأحد الأعضاء يحل محله أحد الرؤساء أو أحد الأعضاء الاحتياط.